تعالوا بينا كده نبتدي أول درس عن الفيزيكال ميجرمنت. ده أول درس عندنا في الفيزيكس اسمه الفيزيكال ميجرمنت. يعني إيه الفيزيكال ميجرمنت؟ فيزيكال ميجرمنت بالعربي يعني القياسات الفيزيائية. مش فاهم يعني إيه القياسات الفيزيائية؟ هو يعني إيه أصلا القياسات؟ يعني إيه ميجرمنت؟ ميجرمنت هي عملية إن أنا بقيس حاجة معرفش كميتها قد إيه بحاجة تانية أنا عارف كميتها قد إيه. يعني نقدر نقول كده الديفينيشن زي ما احنا كده مكتوب عندنا في الكتاب، بيقول ايه؟ measurement is the process of comparing an unknown quantity with another quantity of its a kind. زي مثلا انا لما اجي اقول لك ان احنا مثلا عايزين نقيس طول الترابيزه الفلانيه مثلا، فعشان اقيس طول ترابيزه معينه فبقول ان طول الترابيزه بقارنه بحاجة تانية أنا عارفها اللي هو مثلا اسمه السنتيمتر، فبقول لك إن الترابيزة دي طولها مثلا 80 سنتيمتر 80 سنتيمتر، فأنا كده قارنت الطول اللي أنا معرفش حاجة عنه اللي هو الكوانتيتي الأنون كوانتيتي زي ما مكتوب هنا كده الأنون كوانتيتي بكوانتيتي تانية اللي هي بنقول عليها اليونت أوف ميجرمنت اللي هي الإيه؟ السنتيمتر. فعرفت إن الترابيزة دي هي عبارة عن 80 سنتيمتر 80 سنتيمتر. طيب علشان اقدر اكمل او اعمل البروسيس بتاعه الميجرمنت دي انا لازم يكون عندي ثلاث حاجات. اولا لازم يكون عندي فيزيكال كوانتيتي، لازم يكون عندي فيزيكال كوانتيتي علشان اقيسها، زي مثلا اللينس الماس الحاجات دي نقول عليها فيزيكال كوانتيتي. انا عايز اقيس طول، اقيس وزن، عايز اقيس ايه، ده الفيزيكال كوانتيتي. نمبر 2 التول او الميجرنج تول اللي اقدر اقيس بيها الفيزيكال كوانتيتي بتاعتي. يعني لو انا بقيس طول حاجه فانا هبقى محتاج مثلا متر او رولر، حاجه عشان اعرف اقيس بيها اللينس. لو انا بقيس ماس فانا محتاج عندي يكون ميزان عشان اقدر ان انا اوزن الحاجه. تالت حاجه لازم يكون عندي يونت اوف ميجرمنت، لازم يكون عندي يونت اوف ميجرمنت، وحدة قياس أقدر أقيس بيها زي السنتيمتر زي الكيلو جرام. فدي الحاجات اللي احنا بنقول عليها unit of measurement. هنبتدي ندخل دلوقتي عن حاجة اسمها أو هنعرف حاجة اسمها الفيزيكال كوانتيتيز. الفيزيكال كوانتيتيز، الفيزيكال كوانتيتيز اللي احنا بنتعامل معاها أو نعرفها بس ممكن ما نبقاش عارفين إن دي اسمها الفيزيكال كوانتيتيز، زي مثلا الماس، زي التايم، زي اللينس، زي الفوليوم، كل دي نقول عليها physical quantity. physical quantity الphysical quantity دي دايما كده بنقسمها لحاجتين، دايما بنقسمها لحاجتين، ل fundamental physical quantity ول derived physical quantity. يعني ايه الكلمتين الصعبين دولت؟ fundamental، كلمة fundamental زي المين، زي الأساسي، الحاجة الأساسية، الفيزيكال كوانتيتي الأساسية. يبقى fundamental يعني إيه؟ الفيزيكال كوانتيتي الأساسية. طب هو معنى كده مش مهندس إن في فيزيكال كوانتيتي أساسية وفي فيزيكال كوانتيتي مش أساسية؟ آه. طب الأساسية عرفنا إن هي اسمها fundamental، يبقى التانية اسمها إيه؟ derived. derived physical quantity. derived physical إيه؟ كوانتيتي. تمام. طيب يا ترى ايه هي الفيزيكال كوانتيتي الفاندامنتال وايه هي الفيزيكال كوانتيتي الدرايفد؟ الفاندامنتال من اسمها، يعني الفاندامنتال فيزيكال كوانتيتي من اسمها، بما اننا بنقول ان هي فيزيكال كوانتيتي اساسيه فهي الفيزيكال كوانتيتي اللي ملهاش تعريف تاني او معرفش اعرفها بحاجه تانيه. هنلاقي كده بيقول لنا حتى ايه؟ is the physical quantity that cannot be defined in terms of other physical quantity. يعني هي الفيزيكال كوانتيتي اللي ما ينفعش اشرحها بفيزيكال كوانتيتي تانية. طب انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده، خليني اقول لك اكزامبل كده عليها الاول وبعدين لما هندخل في الدرايفت هتفهمها اكتر. طب ايه الاكزامبل على الفيزيكال على الفاندمنتال فيزيكال كوانتيتي؟ اول اكزامبل عندي هنا كده اللينس والتايم والايه والماس. لينس تايم وماس. هو انا مثلا لما اجي اقول لك هو انت طولك قد ايه، هتقول لي انا طولي متر
وسبعين سنتي، صح؟ طيب ممكن تقول لي طولك او توصف لي طولك بحاجة تانية؟ هتقعد تفكر كده شوية، يعني ايه اوصف طولي؟ هو الطول طول لينس، ما ينفعش اوصف اللينس بحاجة تانية. طيب اسألك مثلا، انت عندك مشوار مثلا هتروحه الساعة كام؟ تقول لي انا هروح المشوار الساعة 6:30. طب ممكن تقول لي هتروح المشوار الساعة كام بحاجة تانية غير 6:30؟ غير الساعة 6:30 هتقعد تفكر تقول لي مفيش حاجة ينفع اوصف بيها التايم تاني غير هو التايم. طب الماس، وزنك قد ايه؟ هتقول لي مثلا 60 كيلو جرام. طيب ممكن تقول لي وزنك بطريقة تانية، تقعد تفكر هتلاقي الموضوع مش مفهوم، هو الكيلو جرام او الماس هو ماس. طب تعالى نفهم اكتر او نعرف الدرايفد فيزيكال كوانتيتي علشان نفهم اكتر ايه الفرق. بما ان الفاندامنتال فيزيكال كوانتيتي هي الكوانتيتي اللي انا ما اقدرش اوصفها بحاجه تانية، يبقى الدرايفد فيزيكال كوانتيتي هي الكوانتيتي اللي انا اقدر اوصفها ب كوانتيتي تانية، او بالفاندامنتال فيزيكال كوانتيتي. بالفاندامنتال فيزيكال كوانتيتي، خد بالنا من الحته دي. يبقى الدرايفد فيزيكال كوانتيتي هي الفيزيكال كوانتيتي اللي انا اقدر اوصفها بالفاندامنتال فيزيكال كوانتيتي. مش فاهم يا باشمهندس، تعالى افهمك. تعالى عندنا هنا اكزامبل جميل جدا. ايه الاكزامبل بقى؟ لو انا مثلا بقول لك الفوليوم بتاع الكيوب او الكيوبايد اللي قدامي، الكيوبايد اللي قدامي، ممكن تقول لي كده الفوليوم بتاعه ايه؟ هتقول لي الفوليوم بتاع الكيوبايد هو عبارة عن اللينس ده في اللينس ده في اللينس ده، الطول في العرض في الارتفاع. وبما انه كيوبايد فكله بيبقى نفس الطول، فاقدر اقول ان هو ال الباور 3. تمام. طيب يبقى انا وصفت الفوليوم، الفوليوم بتاع الكيوبايد بايه؟ بلينس في ويتس في هايت. طب هو اللينس ده عبارة عن ايه؟ الطول ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن فاندامنتال كوانتيتي اسمها لينس. طب والويتس برضه هو فيزيكال كوانتيتي اسمها لينس، والهايت ما هو لينس. يبقى معنى كده ان انا عشان اوصف الفوليوم بتاع الكيوبايد، عشان اوصف الفوليوم بتاع الكيوبايد استخدمت ايه؟ استخدمت فاندامنتال كوانتيتي اسمها ايه؟ لينس. طيب هندخل دلوقتي كده مع بعض، او هنعرف اليونت اوف ميجرمنت. يونت اوف ميجرمنت ايه؟ الوحدات بتاعت الميجر بتاعتي. يعني ايه الوحدات؟ يعني انا لما بقول مثلا الحاجه طولها قد ايه، الكلمه اللي بعد التمانين الرقم بقول سنتيمتر مثلا، فهنلاقي دايما ساعات كده نسمع سنتيمتر، كيلو جرام، باوند، سكند. طيب ليه مثلا اللينس ممكن اقيسه بالسنتيمتر وبالفوت وبالمتر؟ اجي اقول لك انا دلوقتي، في عندنا ثلاث انظمه لوحدات القياس لليونت اوف ميجرمنت. عندي ثلاثه سيستم للميجرنج او لليونت ميجر اوف ميجرمنت. عندي الفرنش سيستم، وعندي البريتش سيستم، وعندي المتريك سيستم، او نقول عليه الايه، الجلوبال سيستم، ده اللي بقى الحاجه الانترناشونال سيستم بعد كده. تمام. تعالى سهلها لك شويه. الفرنش سيستم، الفرنسويين دايما كده تحس ان هم ايه، ناس رقيقه كده شويه، صح؟ فتلاقي دايما كده اليونتس بتاعتهم حاجات صغيره شويه، فلما نيجي نقول مثلا اللينس بيقيسوه بالسنتيمتر، الماس بيقيسوه بالجرام. لكن تعالى مثلا للبريتش، بيجي يقيس اللينس بالفوت، يقيس الماس بالباوند. في المتريك سيستم احنا متعودين دايما نقول ايه، المتر والكيلو ايه، جرام لللينس والايه والماس. هتلاحظ ان التايم هو ايه، وحده القياس او اليونت اوف ميجرمنت بتاعته هي السكند في كل الايه، في الثلاثه سيستم. تعالى احكي لكم كده قصه لطيفه بمناسبه البريتش سيستم دي. ده كان ايام ملك، ايام الملك دوت، كان
عايزين يعملوا حاجة يبتدوا تبقى ستاندر كده، يقيسوا بيها الايه التول بتاع اي حاجة، تبقى حاجة معروفة للناس كلها. فساعتها كان الملك اللي موجود في الوقت دوت في بريطانيا قرر ان تبقى وحدة القياس هي وحدة الفوت بتاعته، الخطوة بتاعته دي، القدم، تبقى هي دي وحدة القياس بتاعته. وفعلا كان ديت الوحدة المتعارف عليها في الوقت دوت. طيب احنا كنا بنقول ان عندنا حاجة اسمها الانترناشنال يونت، اللي هو كان المتريك سيستم الثالث دوت. في دلوقتي حاجة اسمها الانترناشنال يونت، هو عبارة عن المتر والكيلو جرام والسكند لللينس والماس للتايم، دول الفيزيكال كوانتيتي، ودولت هنا اليونتس. بس زاد عليهم اربع حاجات كمان، ايه هما؟ الالكتريك كارنت انتنسيتي، الالكتريك كارنت انتنسيتي، شدة التيار الكهربائي، بنقيسه بالايه؟ بالامبير. رقم 5 الابسوليوت تمبريتشر، بنقيسها بالكلفن. والاماونت اوف ماتيريال اللي هي المول، ودي هتعرفوها اكتر لما تدرس الكيمستري. والليمينس انتنسيتي اللي هي الايه؟ الكاندل، اللي هي زي ما نقول عليها شدة الإضاءة، بن ايه؟ بنقول عليها اليونت بتاعتها بتبقى كاندل، او يقول عليها كانديلا. في وحدتين قياس تاني زودوهم مؤخرا، الراديان فور ذا انجل ميجرمنت وستراديان فور سوليد انجل ميجر. واخد بالك من الفرق؟ مين خد باله؟ عندنا حاجة هنا اسمها راديان وستراديان. طيب الراديان بتاعت ايه؟ بتاعت الانجل ميجر، الانجل ميجر، لكن دي بتاعت السوليد انجل ميجر، سوليد انجل ميجر. طب معلش بقى يا مستر، انا يعني مش فاهم يعني ايه انجل ميجر وسوليد انجل ميجر، تعالى كده نشوف مع بعض صورة للانجل ميجر وللسوليد انجل ميجر. الانجل ميجر دي اللي انت عارفها، الحاجة العادية خالص. ايه هي الحاجة العادية دي بقى؟ الانجل ميجر ديت اللي هي زي لما ارسم لاين كده ولاين كده، فبقى في بينهم ايه؟ دي الانجل اللي انت عارفها، دي الانجل اللي انت ايه عارفها، تمام؟ دي اسمها ايه؟ انجل. حتى كنا نقول عليها مثلا هنا ايه؟ سيتا، صح كده؟ نقول عليها ايه؟ سيتا، ماشي؟ دي هي الايه؟ الانجل ميجر. طيب ايه هي السوليد انجل؟ هقول لك انا، عارف الايس كريم، الكون اللي انت بتاكله بتاع الايس كريم، الكون المدور تحت ده، ده من جوه كده بيبقى عامل سوليد انجل، يعني نقدر نقول عليها كده الزاويه ال 3 دي، الزاويه ال 3 دي، زي هنا كده اللي عندنا في الصور دي، هنا زي ايه؟ زي هنا كده، شايف دي الشكل ده؟ ده شكل مجسم عامل زي الكون بتاع الايس كريم، فالزاويه اللي جوه دي هي اللي اسمها ايه؟ الاستريديان، او بتتقاس بالاستريديان، بتتقاس بالايه؟ بالاستريديان، تمام؟ هندخل دلوقتي على الميجرينج او الميجرمنت تولز، الميجرمنت تولز. علشان انا اقدر اقيس اي فيزيكال كوانتيتي اكيد محتاج ادوات او تولز اقدر اقيس بيها الفيزيكال كوانتيتي بتاعتي. يعني مثلا لو انا بقيس فيزيكال كوانتيتي اسمها لينث، لو انا بقيس فيزيكال كوانتيتي اسمها لينث، بقيس فيزيكال كوانتيتي اسمها لينث، هيبقى محتاج عندي ايه؟ المتر تيب او الرولر او الفيرنير او المايكروميتر. هتقول لي ايه ده؟ ايه الاسامي الصعبة دي؟ ايه الفيرنير؟ ماشي، ايه الفيرنير ده؟ وايه المايكروميتر؟ دول بتوع ايه؟ دول علشان اقيس بيهم الحاجات الصغيرة، الدايمنشنز الايه؟ الصغيرة، تمام؟ طيب لو انا هقيس الماس، فيزيكال كوانتيتي الماس، يبقى هبقى هقيسها بايه؟ ممكن اقيسها بالرومان سكيل، بالبيم سكيل، بالانالوج سكيل، بالديجيتال بالانس. دي كلها اشكال من الميزان اقدر ان انا ايه اقيس بيها. طبعا كل واحد منهم ليه ايه؟ ليه استخدام معين. التايم ممكن اقيسها بالاور جلاس زي بتاعت زمان اللي هي الساعة الرملية، بالكلوك، بالستوب ووتش، بالديجيتال ايه؟ ووتش، تمام؟ طيب باشمهندس معلش كده، هو الديجيتال بالانس ده يعني بيستخدموه في ايه؟ هقول لك انا، ينفع مثلا لو انت رايح تشتري خاتم فضة
او انت رايحه تشتري خاتم ذهب او حاجه، ينفع ان انا اوزن الخاتم ده واقول لك هو كام جرام وانا بحطه على البيم بالانس اللي هو العادي اللي هو بيبقى عند الراجل بتاع الفاكهه او الخضار؟ تقول لي انا لو حطيته اصلا الميزان ده مش هيحس بالوزن بتاع الخاتم، لكن عشان اقدر اوزن الخاتم ده اللي هو وزنه قليل احطه على ديجيتال بالانس او يقول عليه سنسيتيف بالانس، سنسيتيف بالانس علشان ده بيقدر يوزن الحاجات اللي ايه وزنها خفيف، زي الخاتم بيبقى ايه 2 جرام 3 جرام، حاجة وزنها ايه خفيف. تمام، هنتكلم عن حاجة اسمها الستاندر يونت. يعني ايه ستاندر يونت؟ ستاندر يونت يعني احنا عمالين نقول متر وكيلو جرام وماس، وبنقول سوري متر وكيلو جرام، وبنقول ان المتر والكيلو جرام دي يونتس او وحدة قياس معروفة لكل الناس. طب معلش ايه اللي خلانا نتفق ان طول المتر هو الطول ده؟ فين المرجع، فين الريفرنس، فين الحاجة اللي بنقدر نقيس عليها المتر بتاعنا ده؟ يعني لما نيجي نصنع متر دلوقتي ازاي نقول ان المتر اللي في ايدينا ده هو فعلا المقاس بتاع المتر اللي معروف على مستوى العالم كله؟ ده ستاندرد يونت. ازاي؟ علشان نعرف الموضوع دوت هنعرف دلوقتي حاجة اسمها مثلا الستاندر لينس او المتر. الستاندر لينس او الايه المتر. الستاندر لينس او المتر هو الحاجة اللي احنا بنقيس عليها دايما المتر اللي في ايدينا. طيب ايه بقى المتر الاساسي ده اللي كل العالم دايما بيقيس عليه؟ قال لك ده عبارة عن رود يعني حتة حديدة، تمام، عمود كده من الحديد صغير معمول من مادة اسمها البلاتينم اند ايه الراديوم. البلاتينم والايه والراديوم، من البلاتينم اند اريديوم الوي. البلاتينم اند اريديوم الوي، الوي يعني خليط، ماشي، جابوا عمود معمول من المادة او الخليط البلاتينم اند اريديوم وحطوا عليه انجريفد مارك، حطوا عليه انجريفد مارك. انجريفد مارك يعني ايه؟ علامة، حفروا علامتين كده على اخر الايه الرود ده، وقالوا ان المسافة من العلامة دي للعلامة دي بتساوي المتر اللي كلنا هنتفق عليه. تمام، بس في شرط ان لازم الالوي او الرود ده لازم يفضل موجود في درجة حرارة 0 ديجري. طب ليه؟ لان ممكن يكون لو حطيته في درجة حرارة المقاس يتغير، عالية مثلا تزيد، لو درجة حرارة اقل ممكن ان هو ايه ينكمش. تمام، فيبقى الستاندر متر is a distance between two engraved marks at the end of road made of platinum and iridium alloy kept at 0 degree centigrade. تاني حاجة هناخدها الستاندر ماس أو الكيلوجرام. الستاندر ماس أو الإيه؟ أو الكيلوجرام. تمام؟ طيب الستاندر ماس أو الكيلوجرام إيه تعريفه؟ The standard kilogram is the mass of a cylinder made of platinum and iridium برضو alloy of a specific dimension kept at 0 A degree. kept at 0 A degree يبقى هو عبارة عن سلندر معمولة من الالوي اللي هو البلاتينم اند اريديوم ومحطوط برضو في درجة حرارة ايه صفر. طيب تالت حاجة هناخدها الستاندرد تايم او الايه السكند. الستاندرد تايم او الستاندرد ايه سكند. علشان اقدر اجيب تعريف الستاندرد سكند او الستاندرد تايم اقدر اقول ان هي عبارة عن واحد على 24 باي 60 اللي هي تديني 86400 سكند. يبقى علشان انا احسب الثانية جت منين دي؟ اليوم عندي فيه كام ساعة؟ في 24 ساعة، والساعة فيها كام ايه؟ 60 دقيقة، وال60 دقيقة فيها قد ايه؟ فيها 60 ثانية، فانا عايز اوصل في الاخر للثانية، فبقول ان السكند التعريف بتاع بقى السكند هي equal 1 over 86400 of average solar a day. خلي بالك التعريف ده مهم جدا ومحتاج تبقى فاهمه كويس جدا.
كده احنا خلصنا اول جزء في ليسون 1، كنا بنتكلم عن الفيزيكال ميجرمنت، واخدنا في الدرس ده الفيزيكال كوانتيتي، واتكلمنا ان احنا عندنا اتكلمنا عندنا فاندامنتال فيزيكال كوانتيتي، واتكلمنا ان احنا عندنا درايفد فيزيكال كوانتيتي، تمام. وقلنا ان الفيزيكال كوانتيتي الفاندامنتال هي الايه، الكوانتيتي او الفيزيكال كوانتيتي اللي ما اقدرش اوصفها بحاجه تانية، لكن الدرايفد فيزيكال كوانتيتي هي اللي اقدر اوصفها بايه، بالفاندامنتال فيزيكال كوانتيتي. وبعدين اتكلمنا عن اليونت اوف ميجرمنت، اتكلمنا عن ايه، عن اليونت اوف ميجرمنت، عن اللينس والماس والتايم، وعرفنا الثلاثه سيستم اللي موجودين عندنا اللي هو الفرنش والبريتش والمتريك، وقلنا ان المتريك ده بعد كده بقى الانترناشنال ايه يونت، وزاد عليه حاجتين كمان الايه، الريديان والاستريديان، زاد عليه الريديان والاستريديان، وعرفنا ايه الفرق بين الانجل ميجر والسوليد انجل ميجر. اخدنا بعد كده اليونتس او سوري التولز، الميجرمنت تولز بتاعت اللينس والماس والتايم، وعرفنا ايه الفروقات ما بينهم. واخدنا اخر حاجه الستاندر يونت، عرفنا ان احنا عندنا حاجه اسمها الستاندر لينس او الميتر، وحاجه اسمها الستاندر سكند، وحاجه اسمها الايه، الستاندر مظبوط، الستاندر ماس. يا ريت تشتركوا معانا في القناة وعلى البيج بتاعتنا اي فيزيكس انجينير، بحيث ان احنا نقدر كل ما ننزل فيديو جديد عن شرح الدروس الفيزيكس تقدر تكون متابع معانا